الأحباء طبعا معدنا البرنامج وأبو جوهر وعزيز عطية والدكتور طارق اللي كان صراحة داعم لنا من خارج أسوار هذا البرنامج. وبالنسبه للجماهير يعني نلتمس منكم العذر، ترى احنا كل النهايه يعني اخوان وكل واحد يقول وجهه نظره، صحيح يمكن ما صحيح نتفق في وجهات صحيح النظر، صحيح لكن في النهايه ما لا يفسد للود قضيه، يعني هذا الاختلاف في النهايه كل واحد لا رايه ولا طريقته في شرح عالم كره القدم، وان شاء الله نشوفهم على خير ان شاء الله الموسم نعم. القادم. غازي، انا بعد ما اقدر اشكر اكثر من اللي انتم شكرتوهم، لكن انا بوجه شكر خاص لقسم السوشيال ميديا في قناه الاي تي في اللي هم محمد مرسي ونعم يعقوب الفضلي وأحمد بستان ونعم. بالإضافة إلى المصورين الرائعين نعم عمر علي وعمر ونعم علي. بس عمر شلون أقدر أقطع عليك أنا بالكاميرا أجرب أقطع على عمر ها نشوفه زين. والمخرج المخرج التلفزيوني المخرج ما كل الهواء لا لا طبعا نشكرهم صراحة الاي تي في كلهم أخونا أحمد الفضلي عنده كلمة المخرج وأيضا نشكر أخونا المخرج يعني خالد عبد الله السلمان وايضا عمر العمر وكذلك علي المصورين طاقم كامل صراحه من الاي تي في موجود يوميا معانا في 360 في محطه نبض الكويت. مشكورين خالد صراحه اذيناكم وازعجناكم حبيبي ماخذينكم دوشه الاذاعه احنا وانتم تبون الله يعطيكم العافيه يعني. وطبعا احنا مستمرين معاكم نبض الكويت نعم باكر ان شاء الله مع الديوانيه نعم طبعا الديوانيه اللي قلت والانصاري دائما تنقل لهم دائما ننقل لهم طبعا هذه الديوانيه اللي احنا شاهرناها طبعا نعم الاي تي في شارتها هذه الكلمه السريه بيني وبينهم انت سبب شنو طال ياقوت يعني ها انت طال ياقوت طبيعي سلو انا ما اقول خلوه يقول ومشاري طبعا استمتعنا وياكم بهالبرنامج حياك الله خالد وبالعكس يعني برنامجكم وايد قوي بس طبعا عندنا برنامج اسمه 1 2 عندنا فاحنا يستاهلون اثنينهم قوايا هذا وياهم احنا برنامج اذاعي ما لنا شغل ها؟ احنا اذاعه ما لنا شغل لا بس على قدنا اثنينهم على التلفزيون طال عمركم نعم وان شاء الله بنعزمكم على الفيلم اول ما ينزل بعيون يا يا ان شاء الله هذا لازم اقوله يعني ما يصير يعني احنا رفعت بالكل شيء حق لازم اقوله تستاهل تستاهل فيلم بعيون ان شاء الله تاريخ 26 بطوله العنان وخالد وعنان وخالد مظفر يلا كمل يعني سؤال يقول من الفويس مال بعيون منو شخصيته سرها هذا سر المهنة. تبي يعني أنا أقولك يعني حق كنت لا 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 أنا لأن في جماهير سألوني لما قلنا دشوا عليه كذا واحد قاعد يسألوني. حلو. منو الفويس اللي مؤدي شخصية بعيون؟ اللي مؤدي إذا شخصية. إذا أنتوا يعني عندك. لا 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 موجودة موجودة موجودة. إيه. إيه شخصية بعيون اللي أداها بالفيلم بخرشي طبعا. بخرشي. نعم. مرحبا كابتن. طبيعي أي واحد كان يقدر يغيرها بس يلا عادي حبيبي طبعا مخرجة قدير احنا طبعا هنا القناة كانت معدة واليوم صارت مخرجة يا سلام فشيء جميل هذا بركات بركات خذ مدد خذ مدد بس عفوا شو هي ممكن هذا كرسيها نعم كرسي مختبر يعني كرسي مختبر اطلع واسع اطلع واسع مال المخرجين هذا مال المخرجين هذا احلى كرسي مخرجين نعم هذا عشان يطلع بالهذا بالتلفزيون نعم مشكور مشكور يا خالد كل الشكر طبعا لك ما سألت ان حالك حق اللقاء صدق يا تو تو تغادق علي غاز قبل الهواء لا انا قبل الهواء رحت حلقت هني قريب هني شوف زهره ويد على طول انت لو تشيك على التيشيرت ترى دم لا ننسى لا ننسى لا ننسى الدون نرسل له رساله تحيه خاصه وهو وين وين الحين هو؟ نعم وين باسبانيا وين اي صوب؟ باسبانيا فريجهم اللي مولود فيه ملقى فريجهم قبس على المنتخب الاسباني اي تي في كل الشكر لاداره نبض الكويت يعني برئاسه الاخ العزيز طلال الياقوت وايضا الصراحه كل التيم اللي اشتغل معانا كل الشكر لمخرجتنا الصراحه صارت الحين المياعي صراحه محلله كرويه صارت اللي تمترست بالفعل وقدمت شيء كبير وعوضت غياب الدون واحنا الحين متمسكين في غدير احنا خلاص اي بس خلاص اي نبي نغير من الدون ذاك اللي صارخ الدون يروح اسبانيا حبيبي ما نبيه يروح اسبانيا طبعا كل الشكر لجميع الاخوه المحللين كابتن سميع عبد الرؤوف دكتور طارق جلامه غازي بالاعداد قدم صراحه شيء الكثير للبرنامج كل الشكر لي يعني اخوي عبد العزيز عطيه والدكتور طارق الجلاهمه مشكورين اداره نبض الكويت مشكورين للاي تي في الصراحه الاخوان عمر وعلي وكذلك خالد وايضا عمر القصاص اللي هو يعني اللي يقص لنا الفلاشات ويرتبها كل الشكر لك عمر صراحه ومبروك التخرج من الجامعه ونبيك احتكار عندنا في نبض الكويت شر موتر بعد اليوم يا يستاهل يستاهل يعطيه باركوله قلنا باركوله يعطيه خير في شر ان شاء الله قولوا ما شاء الله يعطيه خير ان شاء الله كل الشكر لكم مشكورين مشاهدين الاي تي في وايضا مستمعين نبض الكويت نتمنى ان شاء الله نكون لنا لقاء معكم ان شاء الله في القريب العاجل
سامحونا على القصور، حاولنا ان ناخذ جميع اجزاء كاس العالم، اللهم لك الحمد. اذا توفقنا توفقنا طبعا بدعمكم وتواصلكم. صدق مجوهر انت، انت لما تمسك المايك لعبت اكثر من تركيا بكاس، اكثر من كرواتيا بكاس العالم.